حماتك ومامتك وخالتك بيقولوا لك كفايه طقم كوبايات وفوط وملايات، امال عايزين ايه؟ قال عايزين نعمل دايت. فكرت وقلت مفيش ارخص ولا احلى من قلايه رافال الهوائيه، منتج مصري 100%، حمري واطبخي وحضري فيها اللي انت عايزاه، كمان سعرها ما يتقارنش بالاسعار اللي موجوده دلوقتي خالص. تعالوا اعرفكم عليها واقول لكم مميزاتها ايه. اول لما بتفتحيها بتلاقي فيها الكتيب الصغير الحلو ده، فيه وصف لجميع الوصفات وفيه وصف كمان فيها ازاي تستخدميها بكل سهولة، يعني مريحينك على الاخر. وكمان هتلاقوا علبة جوه علبة، اصل العلبة دي رافائيل عاملها لك هدية. الهدية اللي فيها عبارة عن دي الاطباق اللي بنستخدمها جوه الاير فراير، وده ماسك ودي سبونج عشان تقدري تنضفيها بكل سهولة، وكمان معاها الازازة الحلوة دي عشان تسهل لك عملية رش الزيت. هتلاقوا كمان معاها سباتولا، وكمان معاها الورق الحلو بتاع الكب كيك السيليكون والورق العادي، وماسك جميل جدا جدا. انا بصراحة اول مرة اشوف اير فراير ومعاها هدايا كتير زي دي، كمان معاها قطاعة البيتزا. نيجي بقى للاير فراير. الاير فراير اللي معانا النهاردة ديت 1450 واط، معاها 2 حلة و5 لتر، يعني يا جماعة ممكن تشلك فرخة كاملة او كيلو من الوراك كيلو من الصدور. الحلتين اللي انتوا شايفينهم معايا دي، واحدة علشان تعملي فيها الحاجات المقلية، واحدة علشان لو انت حابة تسوي فيها حاجات زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. انا ما بسمعش للكلام ده، انا بنفذ واشوف قدرتها قد ايه، وتعالوا نجرب معايا ونشوف. بس قبل ما نجرب تعالى اقول لكم كمان، هي اي قلايه هوائيه او اي اير فراير يا جماعه بيبقى فيها مؤشر واحد لدرجه الحراره عشان تقدري تظبطي فيه درجه الحراره لغايه 200 درجه، والتاني للتايم او الوقت اللي انت بتحدديه. كمان بيبقى فيها المود، المود ده اللي انتوا محددين فيه، انت مثلا هتعملي اسماك، هتحمري بطاطس، هتعملي بيتزا، هتعملي كب كيك، هتسوي اسماك لحوم، هي محدده لك تعملي ايه. طب ما تيجي نجرب ونشوف بنفسنا. انا بصراحة دخلت قوية جدا وقلت يلا اما اشوفك هتعملي ايه في البطاطا. جبت البطاطا وعملت لها فتحات وظبطتها على درجة حرارة 200 مدة لا تقل عن 25 دقيقة، كل مرة بقلب تقلبتين وطلعت زي ما انتوا شفتوا. قلت طب ما تعالي كده شوفك هتعملي ايه في الشعرية، سمعت ان ناس كتير بتحمر الشعرية فيها بدون ولا نقطة زيت. زبطتها برضو، بس خلي بالك ان انت في نص الوقت بتطلعيها تقلبي تقلبتين وتدخلي تاني الحلة دي، تروح ايه مكملة عملية التسوية، وطلعت معايا الشعرية زي ما بشوفهم بيعملوها بالظبط بدون ولا نقطة زيت. معقول الكلام ده؟ جبت كمان كمية من النعناع عشان بحب استخدم النعناع الجاف، ظبطتها على درجة حرارة بس قليلة شوية، وكمان وقت قليل، وبين كل فترة كده أفتح وأقلب تقلبتين لقيت النعناع في غمضة عين بقى جاف وبيقرمش كده وجميل زي ما انتوا شفتوه. وطالما عملت النعناع بالشكل ده يبقى أي ورقيات تقدروا تعملوها، عندكم مثلا بصل، عندكم مثلا بقدونس عايزين تجففوه، أي ورقيات تقدروا تعملوه فيها. قلت تعالي بقى ونجيب الحلة التانية اللي احنا هنقدر ان احنا نقلي فيها او نسوي فيها. وحطيت الطبق الحلو دوت وايه شويه بقى من الخضروات على كم قطعه من صدور الفراخ المتبله، وظبطتها الظبطه التمام. وزي ما قلت لكم في نص الوقت بتفتحوا عليها تقلبوا تقلبتين وتسيبوها تكمل بقيه التسويه. الحقيقه رشتين زيت بس خليت لي صدور الفراخ 100% اكل صحي بدون ولا نقطه زيت. كمان دي البطاطس اللي احنا كنا خزناها مع بعض، ضفتها من غير ما افكها طبعا ورشتين من الزيت، وما تخيلتش ان البطاطس البيتي حتى مش اللي هي البطاطس الفروزن اللي احنا بنشتريها تطلع بالشكل والجمال ده، مقرمشه من بره وطريه وهشه من جوه. حقيقي رافال عامله قلايه هوائيه، منتج مصري حلو جدا. كمان لما هتعرفوا سعرها ايه، سعرها ما يتقارنش بالاسعار اللي موجوده خالص دلوقتي، معاها ضمان ومعاها قطع غيار تقدري تشتركي انت واخواتك وتجيبيها احلى هديه في عيد الام لست الكل، وكل سنه وكل ام طيبه وبخير. شكرا رافال على القلايه الحلوه دي.